مرحبا بكم في 100% فخلو. الأرقام مرشحة للفوز بسباق الحدث في تجمع اليوم هم رقم 14 ثنائي قوي مرشح بقوة لنهي المرتبة الأولى في السباق. رقم 3 من بين أقوى أرقام هذا السباق سيتنافس بقوة لانتزاع الفوز من رقم 14. رقم 5 رغم تعثرات لوجهها في مسيرته الرياضية كيبقى رقم صعب جدا في هذا السباق مرشح قوي للظفر بحتى المراتب المتقدمة. أرقام غد نفسها تكون رقم 9 رقم 12 ورقم 1. أما العنصرين اللي ممكن لهم يفاجئونا في السباق فهما رقم 16 ورقم 4. هادو كانوا توقعات 100% بخلون. خليكم مع توقعات جريدة الديربي. حنا اختارينا رقم 3 مرشح قوي الفوز ميزوار تيتواجه مع إسطبلة طارق منصور عنده ركل متميز وقاسم في الظل في المرتبة الثانية. اختارت رقم 5 زراك جرين ممثل إسطبلة محمد كريمين تتبقى من الخروجات القوية تحت قيادة الراكب دائما المتميز رضا موسى. في المرتبة الثالثة اختارت رقم 16 أنا عجبتني السباق الأخر اللي كان درت في حلبة مدينة السطاد وهي تتنتمي لإسطبلة حسدي كريم. الخويا اللي قدروا خافوا منها في هذا السباق قد عندنا رقم 8 رقم 10 رقم 2 تنقول له مفاجأة ديال السباق رقم 4 ورقم 15. أما الآن تابعوا توقعات مختلف الجرائد الوطنية. يمكنكم متابعة جميع حلقات 100% بخونو عبر قناتنا لليوتيوب. نهاية الحلقة، حظ موفق للجميع.